صباح الخير، خلونا نوقف مع بعض من فضلكم ونستمع للكلمات اللي كلنا ربما حافظينها من مزمور 133. مزمور 133 بيقول المرنم في ترنيمة من ترنيمات المصاعد: هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازل إلى طرف ثيابه، مثل ندى حرمون النازل على جبل صهيون، لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد، لأنه هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد. خلونا نحني قلوبنا ونرفع عيوننا وقلوبنا إلى الرب الذي يأمر بالبركة في كل مرة نأتي فيها، الذي يفتح أحضانه ويفتح أبواب بيته لنا. يقول النبي في رؤياه أنه رأى السرافيم يصرخون قائلين: هذا ينادي ذاك قائلا: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. زين نصلي أن الرب يفتح عيوننا على مجده في هذا الصباح. عايزين نرفع عيوننا ونقول: يا رب احنا كلنا في اشتياق ليك، يا رب املأ قلوبنا بشبع حقيقي في هذا الصباح. صلي عشان الرب يبارك كل فقرات عبادتنا في هذا الصباح، سواء في الترنيم أو في الكلمة أو في الشركة معا. دعونا نعترف للرب خطايانا، نقول: يا رب من فضلك توبني فأتوب. خلونا نصلي لأجل كل الاحتياجات اللي البعض طلبوه ان احنا نرفعهم بيها في الصلاة، سواء المرضى او الحزانة والمتألمين او المحتاجين او الذين في ضيقة. المظلومين، المتغربين، الذين يشعرون بوحدة، نصلي لأجل شباب الكنيسة وشباب بلدنا اللي بيواجهوا أقصى موجة من موجات الإلحاد في هذه الأيام. نصلي لأجل بلادنا بكل ظروفها، برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والأمن، تحديات تحدي الإرهاب اللي بيواجهنا،
تحديات الاقتصادية، تحديات السياسية والاجتماعية. يا رب نحن نشكرك من كل القلب لأنك رب أنت الله الذي يسمع كل صلاة، وأنت رب الذي بحسب محبتك وصلاحك وحكمتك وإحسانك تستجيب لنا. نضع كل طلباتنا ما بين إيديك، تمجد فينا وبنا في اسم المسيح. آمين آمين. تفضلوا. نشكر ربنا لأجل وجود أخونا الشيخ أكرم سامي. الشيخ أكرم يمكن يكون أول مرة بيقود معنا الترنيم النهاردة، هو شيخ في الكنيسة الإنجيلية في الطلبية. احنا بنصلي لي بركة ونعمة النهاردة وهو بيقود الترنيم. صباح الخير. أعتقد أنني لو سافرت الأسكندرية لزماني دلوقتي كنت على البوابات، تقريبا ساعتين بالضبط من الهرم لهنا، فبعتذر جدا جدا عن التأخير. صلي رب يدينا وقت متميز في هذا الصباح المبارك ونحن نجتمع وقلوبنا ملأها الشوق للاستماع لصوت الرب لنا. دعوني أقرأ على مسامع حضراتكم كلمة الرب كما جاءت في مزمور 63، المزمور 63، مزمور لداود لما كان في برية يهوذا. تقول كلمات الوحي المقدس: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي، إذ ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك، لأنك كنت عونا لي وبظل جناحيك أبتهج، وبظل جناحيك أبتهج. ربي وإلهي، أتيت في هذا الصباح بقلوب يا سيد الرب ملؤها اشتياق حقيقي لشخصك. افتح عيني، اكشف عن عيني سيد الرب، فأرى ونرى جميعا عجائب عجائب من شريعتك. وحدك سيد الرب مستحق كل الإكرام، كل المجد، كل الإجلال وكل السلطان في اسم يسوع. دعونا نبدأ تسبيحاتنا، ترنيمة محفوظة لنا جميعا: أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجباه وتسبح اسمك كل شفاء. أيها الرب القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجباه
القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحمى لك الجبال وتسبح اسمك كل الشفاء. أيها الرب الإله، كل ما في الكون يحكي قدرتك، كل طير في السماء يشدونك، أنت ترعاه وإن لم يسألك. هكذا يسري بناك في دماء، كل ما في الكون يحكي قدرتك، كل طير في السماء يشدونك، أنت ترعاه وإن لم يسألك. هكذا يسري بناك في دماء، أنت بالحب الغني أوجدتني، وبذات الحب قد أحييتني. عندما أسلمت فاشتريتني، وأنا المطلوب قد فكت يداي. أنت بالحب الغني أوجدتني، وبذات الحب قد أحييتني. عندما أسلمت فاشتريتني، وأنا الموثوق قد فكت يداك. أنت نار سيدي يسمو مدى، طائرا ذاتي وقدني للمياه. عرفني العمق فيك واروني، أيها القدوس يا رب الحياة. ديار الرب أسكت، وبخوف الرب أعبد. فهدي نفسي رب وعبد، حيث أنت تهدي كل بار. في الصباح أتضرب ولك الدعاء، فاصغ يا الله واسمع واستجب لي، إني بانتظار. Yeah.
سلام يسود حياتي ولا يعتريه الأفول، نعيما يعم كياني. والسبب في السلام والسبب في النعيم أنا في المسيح، أنا في المسيح، أنا فيه شخص جديد، أنا فيه قلب سعيد، وأعمل مهما يريد ولي فيه مهما سلام يسود حياتي ولا يعتريه الأفول، مكان يطهر قلبي ولي فرح ما يزول، نعيما يعم كياني أنا في المسيح، على الإله
جامعاً، وكن أميناً دائماً للحق تابعاً. تلذذ بربنا يعطيك ما ترغب، سلم أمورك له وأنت لا تتعب، بل تحيا دائماً في سلام. السلام وقت الألام ليست كلمات نعذب بها أنفسنا كأبناء للرب، لكنها حقيقة. وكن أمينا دائما للحق، للحق، للحق تابعا. وهذا الحق هو سر السلام، وهذا الحق هو سر السعادة الحقيقية. يبدو للبعض أن الأمور ليست على ما يرام في بلادنا، ولكن وجودنا في محضرك سر سعادتنا، أن نحيا في معية مع شخصك، هذا هو سر سلامنا. فنحن لا نتغنى بكلمات ونحن لا نعنيها، دعونا نطلب من أجل استمتاع حقيقي بمعية حقيقية من الرب لنا منذ بداية يومنا حتى نهاية.
يستحق المجد، يستحق العظمة، يستحق السجود. أعطي لي، أعطي لنا يا سيد الرب أن نعي كيف نتلذذ بك. أمين. أبعد ذا أعبد من أذال أوزاري لطمع في جنة أو خوف من نار؟ كلا كلا، وإنما كما أحبني ربي قد سمت صفاته يحبه.
دلوقتي نستمتع بترنيمة خاصة مع فريق الترنيم، وهنستمع لأول ثلاث أعداد من الترنيمة دي، وهدعوكم إن احنا نشترك مع فريق الترنيم في العدد الرابع من هذه الترنيمة. يا يسوع هناك في الصليب رفعت عني يا حبيب. قيادتهم لينا النهاردة في التسبيح. مبسوطين النهاردة يكون معنا ضيوف على الكنيسة، وواحد منهم أمريكاني صرف والتاني مصري أمريكاني.
برحب بالدكتور دان شيفر. دكتور دان شيفر حصل على شهادته الجامعية الأولى في التربية المسيحية وخدم في إحدى الكنائس الأمريكية لمدة 12 سنة، وبالإضافة لدراسته اللاهوتية حصل على ماجستير ودكتوراه في إدارة الأعمال، وله خبرة واسعة في القيادة وفي إدارة الأعمال والإرساليات. تولى مناصب عديدة في هيئة شهيرة في العمل المسيحي المرسلي اللي هي World Gospel Mission، وقعد فيها 11 سنة. وفي يوليو 2016 يوليو الماضي تم اختياره ليكون رئيساً لهذه الهيئة. ودكتور شيفر متزوج من بام، وعنده ولد وبنت وست أحفاد، ويعيش في ولاية إنديانا الأمريكية. معانا أيضاً ضيف عزيز، مش عايز أقول ضيف لكن هو صاحب مكان، هو أخونا ميشيل خليل. ميشيل له شغف خاص بمنطقة الشرق الأوسط، هو مهاجر من زمان في الولايات المتحدة، وزوجته لبنانية أمريكية. عمل في هيئات مسيحية متعددة على مدار سنوات عديدة، وكان آخرها عملوا في هيئة إكويب لتدريب القادة، ودي هيئة أو واحدة من الهيئات اللي أسسها جون ماكسويل لتدريب القادة على مستوى العالم، خاصة القادة اللي بيعملوا في المجال المسيحي. ومن شهرين تقريبا شغل الرب قلب ميشيل علشان يؤسس هيئة اسمها Step Forward، ودي برضو هيئة لتدريب القادة وخاصة في الشرق الأوسط. وهذه الهيئة الجديدة اللي أسسها ميشيل بتعمل في تعاون مع World Gospel Mission اللي بيرأسها دكتور دين. احنا بنرحب بيهم النهاردة في وسطينا، وأيضا بشكر أختنا فيفيان على أن هي هتقوم بالترجمة النهاردة لدكتور دين وهو بيقدم لنا كلمة ربنا. It is a great honor and I'm very humbled to be here today. شرف ليا واشعر بالتضاع لوجودي بينكم في هذا الصباح. And I am humbled that your pastor has given me this opportunity to speak. وايضا اشعر بالشرف والاتضاع لانه حضره القسيس يوسف اداني هذه الفرصه لاتحدث اليكم. And I am honored to be with my friend Michelle and also to my new friends Retta and Wafa. وكمان أنا مبسوط إني معانا أخويا ميشيل وكمان الدكتور رضا ودكتورة وفاء والتعاون اللي بيننا. And I am delighted today to have the opportunity to bring to you a message from the Word of God. وأنا سعيد اليوم أن أحضر إليكم رسالة من كلمة الله. And I am also honored today to have such an excellent translator to be able to share the scripture and the message with you. وهو أيضا سعيد لتوفير ترجمة وإنه في حد هيترجم ويكون معاكم. And I am going to ask her to read from the book of Acts chapter 2 beginning at verse 14 and going through verse 18. وهنقرأ مع بعض من سفر أعمال الرسل أصحاح 2 من عدد 14 ل 18. أعمال الرسل 2 14 ل 18. فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم، أجمعون ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. Peter was now on the day of Pentecost preaching to a great crowd of people that had gathered. بطرس كان في يوم الخمسين بيعظ لعدد كبير من الناس اللي كانوا مجتمعين.
And all the people that had gathered were trying to figure out just exactly what was happening that day. They were confused by this number of people who had been followers of Jesus who now were in the streets. وكانوا متلخبطين ومش قادرين يدركوا ايه العدد الكبير ده من اتباع يسوع اللي متجمعين مع بعض. And they were trying to figure out the meaning of the fact that they were speaking in their own language but they were hearing in the language of all the people. لكن الغريب كمان ان هم رغم انه كانوا بيتكلموا لغه معينه خاصه بيهم لكن كانوا كمان الناس اللي من لغات اخرى بيسمعوا اللغه بتاعتهم وهم ينطقون بها. And so Peter stood up among the crowd in front of them and began to give them an explanation. فوقف بطرس في وسط الجمع والجمهور وابتدى يشرح ايه اللي بيحصل. And he went back to an Old Testament scripture to help them to understand what was happening that very day. واستشهد بطرس بالعهد القديم عشان يساعد الناس يفهموا ايه اللي كان بيحصل في ذلك اليوم. And he began to quote a scripture from the prophet Joel. وبدا يستشهد بكلمات النبي يوئيل. Where Joel was speaking about speaking from God and giving an explanation of what would happen in the future. لما يوئيل كان بيتكلم بكلمة الله وهو يتنبأ عما كان سيحدث في المستقبل. And he was explaining to the people at the time. Joel was explaining that God wanted to come among the people of Israel. وكان بيتكلم ازاي عندما يأتي الله ويحل بروحه بين شعب إسرائيل. And he said that when he would come, he would pour out his spirit on all mankind. وقال انه يكون في الايام الاخيرة اني اسكب من روحي على كل بشر. And that the Spirit would come and the Spirit would cause the old men to dream dreams and the young men to see visions. ولما ينسكب الروح القدس سيرى الشباب رؤى وسيحلم الشيوخ أحلاما. And there on the day of Pentecost, the Spirit had come and was being poured out upon those Christians. وفي ذلك اليوم يوم الخمسين انسكب الروح القدس على المسيحيين وقتها. But Peter was helping them to understand that that Spirit being poured out upon those Christians was also the same Spirit that God wanted to pour out upon all mankind. وشرح بطرس وقتها إنه ذلك الروح القدوس اللي انسكب على المسيحيين هو نفس الروح القدوس اللي تحدث عنه يوئيل النبي في العهد القديم. That is an amazing thought that God wants to pour out His Spirit on all mankind. والشيء الرائع والمذهل إنه الله يريد أن يسكب من روحه على كل بشر. But sometimes we look at ourselves when we wonder, has the Spirit really been poured out on us? وأحيانا ننظر إلى أنفسنا ونتساءل هل الروح القدس منسكب فعلا علينا؟ Perhaps we feel more like Gideon when he was spreading out his fleece on the ground and he was praying for God to come and give him a sign. وأحيانا بنعمل زي جدعون اللي وضع جزة الصوف وابتدى يقول يا رب اديني علامة اثبت لي اني انت موجود. And the second time he laid his fleece on the ground, Gideon prayed that it would be wet all around but the fleece itself would be dry. ومرة تانية كان عايز علامة من ربنا فقال له يا رب انا عايز كل الارض تكون مبلولة لكن جزة الصوف تكون جافة. And sometimes as Christians, we feel like God's Spirit is being poured out all around us, but we here in the center, we are still dry. أحياناً بنشعر إن روح الله انسكب على كل الناس اللي حوالينا وكأن الأرض التي تحيط بنا هي عليها طل أما نحن فنشعر بجفاف ولا نشعر أن روح الله قد انسكب علي أنا شخصياً. And we see the Spirit of God working in others' lives and all around us, but we feel dry inside. ونرى روح الله يعمل في الآخرين وكأنه انسكب على الآخرين ولكني أشعر بالجفاف في داخلي أنا شخصيا. But maybe sometimes we feel like Gideon when he laid out his fleece the first time. وأحيانا بنبقى زي جدعون لما وضع جزة الصوف في أول مرة. And he prayed that the fleece would be wet but the dry ground all around would be dry. وصلى قال له يا رب خلي جزة الصوف تكون مبتلة لكن الأرض حواليها جافة. And maybe it feels like many, not only are we dry, but many people around us are dry, but only a few have the Spirit of God poured out upon them. أحيانا نشعر وإنه حوالينا الجو كله جاف لكن عدد قليل منطقة مجموعة منطقة هي اللي الروح القدس انسكب عليها. But this is not what God wants. لكن ليس هذا هو ما يريده الله لنا.
He wants to pour out His Spirit on all mankind. الله يريد أن يسكب من روحه على كل بشر. On every man, on every woman. على كل رجل وعلى كل امرأة. On every boy and every girl. على كل شاب وعلى كل فتاة. On every church, on every Christian. على كل كنيسة وعلى كل مسيحي. On all of mankind. على كل بشر. And so why does God want to pour out His Spirit on all mankind? لماذا يريد الله أن يسكب من روحه على كل بشر؟ We have to remember that God and His Spirit are one. علينا أن نتذكر أن الله أعطانا روحاً واحداً. That there is the Father and the Son and the Holy Spirit. الله والروح واحد. فالأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس هم واحد. And when God says that He wants to pour out His Spirit on us, He is saying, I want to pour out myself on you. وعندما يقول الله أريد أن أسكب من روحي على كل بشر فمعناها أنه يريد أن يسكب من ذاته من نفسه على حياتنا. I want to have a relationship with you. أريد أن يكون لي كالله علاقة شخصية معك. I want to dwell inside of you. أريد أن أحل وأسكن داخلك. And so when God pours out His Spirit, He is pouring out Himself and wants to be part of your life. لذلك عندما يسكب الله من روحه هو يسكب من ذاته هو يريد أن يسكن في حياتك. And so the prophet Joel was revealing the heart of God to man. وقد أعلن النبي يوئيل عن قلب الله نحو الإنسان. And Peter was proclaiming again on the day of Pentecost the heart of God to man. وعاد بطرس ليؤكد عما في قلب الله نحو الإنسان. That He wants to have a relationship with each and every one of us. أنه يريد أن تكون له علاقة شخصية مع كل واحد وواحدة فينا. So why, if God longs to pour out His Spirit on all mankind, are so few know the Spirit of God dwelling within them? ومع أن الله يريد أن يفعل هذا لكل البشر، لكن قليلين جدا هم الذين يتمتعون ويعلمون ويتأكدون أن روح الله يسكن بداخلهم. Because it is because mankind resists what God wants in their life. لأن الإنسان يقاوم ما يريده الله لحياته. Some people resist the Spirit of God because they are unaware of what God wants to do in their life. البعض يقاومون وجود الله وعمله في حياتهم لأنهم لا يعلمون ليس عندهم الوعي الكافي بما يريده الله لحياتهم. They have never heard the truth of the gospel of Jesus Christ. قد يكونوا لم يسمعوا أبدا عن حق الإنجيل وعما يريده الله لهم. They have never heard that Jesus wants to forgive them of their sins. لم يسمعوا أبدا أن الله يريد أن يغفر خطاياهم. That He loves them and wants to have a relationship with Him. وأن الله يحبهم محبة شخصية ويريد أن يكون له علاقة خاصة مع كل واحد فيهم. They resist because they simply do not know enough to understand that He longs to be a part of their life. هم يقاومون لأنهم لا يعلمون ببساطة إن الله يتمنى ويريد أن يكون جزء من حياتهم. Others resist because they have been told the other truths, things that they've been told to believe that are not really true. They don't believe because they've been told other truths. Okay. آخرون قد لا يؤمنون ولا يتمتعون بروح الله لأن لديهم إيمان آخر أو حقيقة أخرى يؤمنون بها. And they are confused and don't know about Jesus and His love. وهم مرتبكون لأنهم لا يعلمون عن محبة يسوع عن محبة يسوع. They've never been given the truth of Jesus Christ. لم تقدم لهم الحق الكتابي لم يقدم لهم عن محبة الله. But yet there are some that are Christians that still don't know the love of Jesus Christ poured out in His Spirit in their lives. ولكن ما زال هناك مسيحيون لم يتمتعوا ولم يحصلوا على انسكاب الروح القدس ولا يدركون انسكاب الروح القدس على حياتهم. Why is it that they, although they've heard about the fact that God loves them and wants to pour out His Spirit, they still don't experience the Spirit of God in their lives? ومع أن الكثير من المسيحيين يعلمون جيدا محبة الله ويعلمون عن انسكاب الروح القدس وأن هذا ما يريده الله لكنهم لم يختبروا بصورة عملية انسكاب الروح القدس على حياتهم. Why are they resistant? لماذا يقاومون هذا الانسكاب؟ Because there is something inside that they have not yet fully surrendered to God. لأن في شيء موجود داخلهم لم يسلموه بالكامل للرب.
There's something in them that they are holding out, something that they want to live that's different than the way God wants them to live. في حاجة جواهم في طريقة للعيش وهم يريدوا أن يعيشوا بها تختلف عن طرق الله. And they have to come to that place of full surrender to Jesus. ويجب أن يأتوا إلى ذلك المكان حيث يسلموا الكل بلا شرط للرب. And to His will in their life. ولإرادته في حياتهم. And then He will pour out His Spirit upon them. وهنا ينسكب روح الله عليهم. Think about what happened to Peter once the Spirit of God was poured out on him on the day of Pentecost. فكروا فيما حدث لبطرس عندما انسكب عليه روح الرب في ذلك اليوم. Just a short time earlier, he had been cowering in a garden when a young maiden asked him if he had been with Jesus. قبلها بوقت قصير كان جبانا وكان خائفا ومرتعشا أمام جارية عندما سألته عن يسوع. He wasn't even able to tell this young servant girl that he had been with Jesus. ولم يستطع حتى أن يعترف أمام تلك الجارية أنه كان مع يسوع. He denied that he had ever known Jesus. وأنكر أي معرفة سابقة له بيسوع. But now the Spirit of God had fallen on him on the day of Pentecost, and we find him standing before a great crowd and preaching about Jesus. ولكن عندما حل عليه الروح القدس في يوم الخمسين، وقف أمام جمع عظيم وشهد ليسوع. It turned a cowardly man into a bold preacher. حول الروح القدس ذلك الرجل الجبان الخائف إلى واعظ شجاع وجريء. Before the Spirit was poured out on Peter, he had tried to convince Jesus not to go to the cross. وقبل أن ينسكب الروح القدس على بطرس حاول أن يقنع يسوع ألا يذهب للصليب. When Jesus had mentioned that he needed to go to the cross, Peter said, "No, Lord, that is not the right way to go." لما يسوع اتكلم عن الصليب بطرس قال له حشاك يا رب أن تصلب. And Jesus had to turn to Peter and say, "Get behind me, Satan." فالرب يسوع وقتها قال له اذهب عني يا شيطان. But now on the day of Pentecost he preached this great sermon and he talks all about Jesus going to the cross. ولكن في يوم الخمسين بعد أن انسكب عليه الروح القدس وعظ بطرس عن إزاي الصليب وكيف كان الصليب وأهميته. And when the Spirit of God was poured out on Peter he came a man who did not understand the cross to a man who embraced the cross. وبدل ما كان بطرس قبل حلول الروح القدس عليه رجل لا يفهم معنى الصليب أصبح يحدث بالصليب ويتحدث عن الصليب. When the Spirit of God comes upon us, it changes us just like it changed Peter. عندما يحل الروح القدس علينا تتغير حياتنا تماما كما حدث مع بطرس. Peter became a great man because of the Spirit of God upon him. بطرس أصبح رجلا عظيما لأن الروح القدس انسكب عليه. And so we recognize that Jesus not only wants to forgive us of our sins. نحن ندرك أن الله لا يريدنا فقط أن نكون مغفوري الإثم. But he wants to have a deep relationship with us. لكنه يريد علاقة عميقة معنا. He wants his Spirit to fill us. هو يريد أن يملأنا بروحه. To change us. ليغيرنا. And to empower us. ويؤهلنا ويمكننا. The Spirit will also work in us much the way that it worked in Peter. الروح يريد أن يفعل فينا ما فعله مع بطرس. It will give us boldness in the face of difficulties. سيعطينا جرأة وشجاعة في مواجهة الصعوبات. And it also will give us greater understanding of the things of God when His Spirit dwells within us. عندما يحل الروح القدس ويسكن داخلنا سيكون لدينا فهم أعمق لأفكار الله. But I also want you to notice again what it said, what the prophet Joel said here that Peter repeated. لكن ما كرره بطرس من نبوة يوئيل. That I will pour out my spirit upon all mankind. إني أسكب من روحي على كل بشر. And your sons and your daughters shall prophesy. فيتنبأ بنوكم وبناتكم. And your young men will see visions, and your old men will dream dreams. ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. When the Spirit of God comes upon us, it helps us to see things into the future. عندما يحل روح الله علينا ويأتي علينا يساعدنا أن نرى أشياء مستقبلية. Things that God wants to do with our lives and He wants to do with our church. أشياء الله يريد أن يعملها في حياتنا وفي كنائسنا.
We can see visions and dream the dreams that God wants to do through us. ونرى رؤى وأحلام يريد الله أن يحققها لتصبح حقيقة في حياتنا. Said the young man will see visions. قال إني سيرى شبابكم رؤى. I am not a young man, so I can't see visions. أنا لست شابا صغيرا فلن أرى أي رؤيا. I'm an old man with gray hair. Well, some of it is even missing. أنا راجل كبير في السن وشعري أبيض. So I can dream dreams, but I can't see the visions. ولكني أستطيع أن أحلم أحلاماً. لن أرى رؤى ولكني سأحلم أحلاماً. But even as an old man, I can dream dreams for God. لكن حتى لو كنت متقدم في العمر أستطيع أن أحلم أحلام لله. And I'll lock arms with the young men, and they can see the visions that God wants to do with their lives. وأستطيع أن أخذ ذراع الشباب الذين يروا رؤى للمستقبل لعمل الله. We have no old women here. ليس لدينا أي نساء متقدمات في السن هنا. So you young women, you can all see visions. وبما أني كل النساء صغيرات في السن، فكلهن يمكن أن يروا رؤى. You may be married to an old man, but you are a young woman. قد تكوني متزوجة من رجل متقدم في العمر لكن حضرتك مش كبيرة في السن. And your husbands can dream dreams and you can see visions as a young woman. كامرأة صغيرة في السن سترين رؤى ولكن زوجك المتقدم في السن قد يحلم أحلاما. But God wants us all to dream. لكن الله يريدنا كلنا He wants us to see the marvelous things that He can do through us by putting His Spirit in our lives. وبانسكاب روح الله علينا نستطيع أن نرى الأشياء المعجزية الرائعة اللي يستطيع الله أن يصنعها لحياتنا من خلال الأحلام التي يضعها في داخلنا. The Spirit of God working through people is not just for a few people. روح الله الذي يعمل لا يعمل فقط لمجموعة صغيرة من الناس. The Spirit of God working through people is not just for the people around you. وروح الله الذي يعمل لا يعمل فقط في المجموعة الصغيرة المحيطة بكم. The Spirit of God working through people is for you. God wants to pour out His Spirit on you. الله يريد أن يسكب روحه عليك وعليك أنتم شخصيا ليس فقط للمحيطين بنا ولكن لحياتنا الشخصية. And He wants you to see visions, and He wants you to dream dreams. وهو يريدكم أنتم أن تروا أحلاما وتروا رؤى. What would be your dream for this community? ما هو حلمكم لهذا المجتمع؟ What would you want Christ to do for the people around you? عايزين المسيح يعمل إيه للناس اللي حواليكم؟ What would be your greatest dream for them? ما هو أعظم حلم تحلمه للمحيطين بك؟ God wants to put His Spirit in you, and He wants you to dream that dream for their lives to find hope and peace and love. الله يريدك أن تحلم ذلك الحلم للمحيطين بك من أجل الحب والسلام الحب والسلام لحياتهم. What would be your dream for this area of Cairo, beyond just your small community, but the whole area? ولو انطلقنا من مجتمعنا الصغير المحيط بنا للقاهرة مثلا للمنطقة الأوسع أو المجتمع الأكبر المحيط بنا. I can guarantee you God has dreams for this area of Egypt or this area of Cairo. أضمن لكم وأؤكد أن الله لديه حلم ورؤية لتلك المنطقة. And God wants to put that dream in you. والله يريد أن يضع على قلبك تثقل بذلك الحلم. What would be your dream for all of Egypt? ما هو حلمك لمصر كلها? What would God want to do through you and through this church to benefit this whole country? ما الذي يريد الله أن يضعه عليك لتعمله أنت وتعمله هذه الكنيسة لتفيد وتكون بركة لمصر كلها? God has dreams for Egypt. الله لديه أحلام نحو مصر. He longs to bring His peace. He longs to bring His love. وهو يريد أن يحضر سلامه وحبه إلى مصر. He longs to bring His joy to every heart, to every life, to every being. الله يريد بشدة أن يأتي بسلامه وحبه لكل شخص ولكل فرد وكل مواطن في هذا البلد. The Bible tells us that God is not willing that any should perish. Not willing that any should perish. الله لا يريد أن يهلك أحد أو يهلك شيء. He longs to bring that life to every individual. لكنه يتطلع أن يمنح الحياة لكل فرد.
What is his dream for Egypt? ما هو حلم الله لمصر؟ He wants to put that dream in you. هو يريد أن يضع ذلك الحلم في قلبك وقلبك. To pour out his spirit on you so that you can dream that dream, so that you can see that vision. أن يسكب روحه داخلك وداخلك لتروا ذلك الحلم، لتحلموا ذلك الحلم وتروا تلك الرؤية. That is what God wants to do. هذا ما يريده الله أن يفعله. And he doesn't want to do it for just a few people. وهو مش عايز يعمل كده لعدد محدود من الناس. And he doesn't want to pour out his spirit on just some individuals around you. ولا يريد أن يفعل ذلك لمجموعة من الأفراد حولك. But he wants to pour out his spirit on you. لكنه يريد أن يسكب من روحه عليك. In the last days, the prophet Joel said that God would pour out his spirit on all mankind. زي ما بيقول النبي يوئيل في الأيام الأخيرة أسكب من روحي على كل بشر. And so listen to with me again to the scripture that Peter preached that day. اسمعوا ما يقوله الكتاب عما تحدث به بطرس في ذلك اليوم. Hear it with ears of longing that God would speak it to you. خلينا ننصت للكلمة وإحنا عندنا قلب مشتعل إنه الكلمة دي تلمس أرواحنا. Hear it with ears of longing that its truth would take root in your life, in your heart. خلينا ننصت لهذه الكلمة وإحنا عارفين إن هي الحق، هي الحق الإلهي الذي يريد الله أن يتحدث به إلى قلوبنا. Hear it with ears of faith that says what God says is always true. اسمعوا هذا بأذان الإيمان أن كل ما يقوله الله هو الحق المطلق. And the scripture says this, and it shall be in the last days, verse 17. فعدد 17 يقول الله. And it shall be in the last days, God says, that I will pour forth my spirit on all mankind. يقول الله. ويكون في الأيام الأخيرة إني أسكب من روحي على كل بشر. And on your sons and on your and your sons and your daughters shall prophesy. فيتنبأ بنوكم وبناتكم. And your young men shall see visions and your old men shall dream dreams. ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. May this be the reality of God today working in this beautiful church. أصلي أن تكون هذه هي الحق الذي أو الواقع الذي يحدث في حياة هذه الكنيسة اليوم. In the lives of every beautiful face that I see in this sanctuary today. والوجوه الجميلة الرائعة التي أراها أمامي اليوم في الكنيسة تكون قلوبها ممتلئة بهذا الحق. And let me pray for you. دعونا نصلي. Father, we love you so very much. أبانا نحن نحبك بشدة. And I look across this congregation this morning and I see men and women who love you as well. وعندما أنظر للشعبك الساجد أمامك أرى رجالا ونساء يحبونك بكل قلبهم. And I pray that the reality of the day of Pentecost would repeat itself every Sunday here in this church. أصلي يا رب أن واقع يوم الخمسين يتكرر كل يوم أحد في هذه الكنيسة. And that your spirit would be poured out upon these people. وينسكب روحك على هؤلاء الناس. And they would know that you not only want to have relationship with them, but you also want to fill them. ليدركوا أنك يا رب تريد أن تكون لك علاقة معهم ليس فقط علاقة عادية ولكنك تريد أن تملأهم. And you not only want to empower their neighbor, but you want to empower them. وأنت تريد يا رب أن تؤهلهم وتمكنهم وتعدهم. And you want to help them to see visions and to dream dreams. كما تريد أن تساعدهم ليحلموا أحلاما ويروا رؤى. And that you will give them the grace, your grace, that they can dream dreams for this church, this community, this country. وستعطيهم نعمة ليحلموا أحلاما نعمتك أنت ليحلموا لهذه الكنيسة وهذا المجتمع وهذه البلد. And that right now, whatever you are saying to their heart, they would say yes to you. ليكونوا خاضعين ويقولوا نعم لكل ما تتحدث به إلى قلوبهم في هذه اللحظة. In the precious name of Jesus, I pray. Amen. في اسم يسوع الغالي نصلي. آمين.
نشكر ربنا على كلمته لينا. بشكر دكتور دين وبشكر فيفيان على القيام بالترجمة. خلونا دلوقتي نعبد الرب تقديم عطايانا. وأثناء تقديم العطاء شارك حضراتكم ببعض الإعلانات السريعة. غداً يوم الاثنين غداً هيعاود درس الكتاب لقاءاته في الدور الرابع في المبنى الإداري، بنبتدي الساعة 7 وبنخلص 8:30. أشجعكم إن إحنا نيجي ونستمع بكرة لموضوع عن براهين القيامة. لجنة الرعاية واللجنة الاجتماعية بتعلن عن رحلة إلى شرم الشيخ في الفترة من 16 إلى 20 يونيو. ممكن اللي يحب ان هو يستفسر عن تفاصيل الرحلة أو يقوم بالحجز ممكن مع الشيخ الدكتور ثروت سعيد أو المهندس فخري يونان. فكر حضراتكم بإعلان مهم أعلناه قبل كده، هو عن لقاء أو برنامج روحي تحت عنوان العيش في حضور الله. والبرنامج ده هيكون يوم الخميس والجمعة 18 و19 مايو، وهيكون المتكلم الرئيسي في هذا اللقاء الدكتور ماهر صموئيل. خلونا نتشجع كلنا، ان فعلا انا كنت بتكلم عن الموضوع ده يوم الجمعة عن العيش في حضور الله، وانه جزء كبير من ضعف المسيحيين ومن ضعف الكنيسة اننا مش مدركين فعلا يعني ايه ان احنا نعيش كل يوم كل اليوم في محضر الله. هيكون اللقاء ده يوم الخميس 18 من الساعة 7، ويوم الجمعة من الساعة 10:30. هيكون عندنا أكتر من خدمة اليوم ده، يعني مش هنكتفي بس بالخدمة الصباحية بتاعت يوم الجمعة، لكن هيكون يوم طويل وهيتخلله فقرة غذاء. فخلونا من فضلكم كلنا نحجز اليوم ده، وهنعلن عن تفاصيله أكتر في الوقت القادم. في دعوة فرح أستاذ نبيل بطرس ومدام منى عبد المسيح لأستاذ والتر شوقي ومدام أمل جميل، بيدعونا لحفل زفاف ابنهم أندرو وبنتهم كاتي، وذلك يوم الثلاث 25 بعد بكرة الساعة 5 مساء هنا في الكنيسة. وكاتبين كده هو مع العلم لحضراتكم أن الفرح هيكون في المعاد. نتمنى الكنيسة بتشارك بالتعزية أسرة مدام نادية توفيق في انتقالها، وأسرة الأستاذ مرقص مندلون في انتقاله، وأيضا بنقدم التعزية لأختنا هيام جرجس في انتقال زوجها جمال. هيام موجودة النهاردة في وسطينا ومعاها والدها ووالدتها وبنتها، نقول لهم الرب يديكم نعمة وتعزية من السماء. الكنيسة أيضا بتشارك بالتهنئة ماهر أشرف الملاخ وندى مراد صدقي والأسرتين بالزفاف. خلونا نشكر رب على عطايانا. يا رب نشكرك، نباركك، نعظمك من كل القلب، لأنك أنت الله وليس آخر. يا رب نشكرك من كل القلب لأجل وجودك يا رب في وسطنا، بل نشكرك بالحري لأجل وجودنا نحن رب في محضرك. يا رب نشكرك لأجل رسالتك لينا، ونشكرك لأجل كل عطية صالحة وموهبة تامة نازلة من فوق من عندك يا أبي الأنوار. ونشكرك رب لأنك تباركنا ببركة العطاء، فأنت تعطينا وتعلمنا أيضا أن نعطي. يا رب استخدم عطايانا لمجد المسيح، آمين. كمان خلونا أحبائي نصلي، لأنه بداية من بكرة بعد الظهر وطوال الأسبوع سنودس النيل الإنجيلي، المجمع الأعلى المقدس للكنيسة الإنجيلية في مصر، هتكون لقاءاته الإدارية أو لقاءه السنوي، يبتدي من بكرة بعد الظهر وينتهي يوم الجمعة صباحا. خلونا من فضلكم نصلي لأجل اجتماع مثمر لسنودس النيل. الرب يحفظ كل الأعمال ويستخدم كل الأعمال لمجد المسيح. خلونا دلوقتي نختم بتنيمة أخيرة مع الشيخ أكرم. دعونا ونحن وقوف نختم وقت عبادتنا وتسبيحنا للرب.
نقول له ولتهتف الأكوان لاسمه العظيم، ولتهتف ولتشهر الأملاك وجوده العميم. هذا مليك النصري من فدى الأثيم لمنتهى الدهور. يا عسكر الرحماني من تجنبه. لأنك في كل حين تسمعنا عندما ندعو قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. والآن نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله وشركة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين.